بسم الله. في واحد كان عنده 3 أولاد و4 بنات. 3 أولاد و4 بنات. واحد من الأولاد، أول واحد منهم، ما كمل يمكن سنتين إلا مات. بعدين رزق بال4 بنات ورا بعض تقريبا، وبعدها يمكن ب10 سنوات جاه ولد ثاني. يعني صار عنده الحين 4 بنات وولد. الولد ما كمل يمكن سنتين أو أقل، مات أيضا. تزوجت البنت الأولى، لكنها يوم وصلت سن 28 ماتت. بعد ما تزوجت البنت الأولى، تزوجت البنت الثانية. البنت الثانية وصلت عمرها 21 وماتت. بعدين تزوجت أختها الثالثة، وبعد ما وصلت عمر 27 ماتت. قبل ما تموت البنت الثالثة هذه، رزق الرجل هذا بولد، لكنه ما كمل سنة ونص ومات. يعني كم بقي له الآن من أولاده حي؟ مات بثلاثة أولاد وثلاث بنات، وما بقي إلا بنت واحدة فقط. ولو تلاحظ أن الرجل هذا دفن بناته الثلاث، وكلهم كانوا في عمر الزهور بالعشرينات، وأبنائه الثلاث كلهم ما تمتع بواحد منهم يكبر ويشوفه ياخذ ويعطي له، ماتوا صغار. مو بس هذا، بنته الأولى قبل ما تموت رزقت بولد، بعد 4 سنوات مات. من هو هذا الرجل؟ أنا أجزم أن أكثرنا ما يدري من هو، مع أن هذه مأساة كبيرة عليه كانت. تدفن 3 من بناتك بالعشرينات، بنات صغار، بعد ما تمكن حبهن بقلبك، وكل ما جاك ولد وأملت أن يكون خليفتك يموت صغير، ما بسهلة فيه. تدرون من هو هذا الأب المكلوم؟ هذا محمد ابن عبد الله نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما بقي له إلا فاطمة بس. يلي شفت المصايب وعانيت بهالدنيا، والله ما تصير معاناتك أكثر من معاناة محمد صلى الله عليه وسلم.